بس لو كنت استحته وايد انا عشان ما اعطيكم وايد شيء يعني خلينا نتكلم الشيء اللي يعني يعني لك كثير في الرياض. انا قبل اكون دكتور في الجامعه انا لعبت مباريات وايد، لعبت بطولات كاس العالم كاس اسيا، لعبت اولمبياد سيدني 2000، لعبت فاعرف الوضع شو يعيش اللاعب خصوصا في شيء انا ما اسمه مالي في شيء يسمونه قلق المنافسه الرياضيه. شنو هي قلق المنافسه الرياضيه؟ وانا بتكلم قلق كلاعب بلعبه جماعيه اسهل ولا اصعب؟ هاي لعبه فرديه تقدرون اسهل اسهل ليش اسهل؟ انا مو لي في شيء بالضبط ما تقول عليه كلها صبر حتى انت لما تكسر الفلاس كذا لما تغلط في عندك